دكتور أيمن، ماذا عن جبر خاطر الأطفال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يجبر خاطر الأطفال؟ سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تنظر فيها هتجد معاني عظيمة جدا جدا في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأولاد الصغار ومع الأطفال، تبين لنا وللأسر كلها كيف يكون الإنسان جابرا لخاطر الأولاد. اوعى تظن ان الطفل الصغير ده ما عندوش نفس تجبر، ولا ان الطفل ده يعني انت ما تلتفتش، لان انت لما تزعله او تضايقه او يحصل موقف من المواقف او يكون زعلان حتى لو على لعبه او على حاجه فاته او حاجه هو كان عايزها وما حصلتش معاه، ان انت تسيبه كده من غير ما تجبر خاطره وما تلتفتش الى خاطر هذا الطفل، ده خطر كبير جدا للاسر. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيبين لنا ازاي نجبر خاطر الاولاد الصغار في مواقف عظيمه جدا في شمائل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لما تنظر فيها وتقرا تجد فعلا ان ده توجيه عظيم جدا لكل بيت ولكل اسره. طيب مثلا موقف من المواقف، سيدنا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه كان له اخ صغير كان اسمه ابو عمير. الطفل الصغير ده كان يعني له طائر يلعب به، هذا الطائر مات، فلما مات حزن عليه. يعني زي مثلا الولد عنده مثلا عصفوره بيربيها في البيت مثلا ولا كذا، وعندك في البيت، او عنده لعبه وانكسرت ولا كذا، فانت ما تقعدش بقى تلتفت او تقعد تؤنب الولد وتعنف الولد بسبب انه كان سببا في كسر هذه اللعبه او في سبب ان هو اللي هو كان سبب الطائر ده مثلا ولا حاجه، لكن تعرفه الخطر الذي تسبب في هذا لكن بصورة جميلة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف هذا الطفل الصغير حزين على هذا الطائر، فأراد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجبر خاطره بأنه يشاركه همه في هذا الحزن على هذا الطائر، فكان يقول له يا أبا عمير ماذا فعل النغير، يا أبا عمير ماذا فعل النغير، والنغير يعني معناه الطائر الصغير. فده دليل على إيه؟ على أن طفل صغير أيضاً ينبغي ان انا اهتم بهذا الطفل الصغير وان انا اكبر خاطره. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كانت تاتيه البنت الصغيره، الجاريه الصغيره يعني البنت الصغيره، كانت تاتي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وتريد ان تشتري حوائجها. فتلاقي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اهلها يبعتوها علشان تشتري الحاجه، فهي مش عارفه تشتري كويس ولا كده، فتاخد بايد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فلا يسالها ابدا اين نذهب، ما يقولهاش هو احنا رايحين فين، رايحين سوبر ماركت ايه، ولا يعني زي دلوقتي احنا كده في السوبر ماركت. لا ما رايحينش، رايحين محل ايه ولا رايحين نشتري ايه، لا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما يسالهاش ابدا حتى يقضي لها حاجتها وتعود. فده دليل على ايه؟ دليل على انه عايز يجبر خاطرها. لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يامر سيدنا انس ابن مالك انه يروح يشتري له حاجه، يعني سيدنا النبي اللي امر سيدنا انس في الوقت ده انه يروح يشتري له حاجه، فوجد سيدنا انس ابن مالك رضي الله عنه يلعب مع كان غلام صغير في الشارع، كان غلام صغير يلعب مع الصبيه ونسي ما قال له النبي عليه الصلاه والسلام. فلما فعل هذا التصرف سيدنا النبي عليه السلام يعني وجد ان الوقت تاخر وانه لم ياتي بما امره به، فنزل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يشوف ايه اللي حصل وفين سيدنا انس. فوجد سيدنا انس يلعب في وسط الصبية. طيب كان هل بقى يعني النبي عليه الصلاة والسلام عنف وقال لماذا لم تذهب كما أمرتك أو ضربه أو كذا أو كذا؟ لا، عليه الصلاة والسلام قال له يا أنيس، شفت يعني اسم ملاطفة يعني وتبسط ويعني بيدلعه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا أنيس ألم أمرك أن تذهب إلى كذا؟ فقال سأذهب الآن يا رسول الله، قال اذهب يا أنيس. يعني ده معناه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكسر حتى خاطره لما لم ينفذ أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير. ده يدل على إيه؟ على إن إحنا دايما لما نتعامل مع أولادنا نحاول نخلي معنا جبر الخواطر في كل التعاملات مع الأولاد مع البنات، كل ده معنى مهم، إن أنت تجبر خاطر برضو كل هؤلاء وتعلمهم مع بعض إن هم يتعلموا جبر الخاطر علشان المعنى ده، لكن لازم يشوفوا المعنى ده فيك الأول كقدوة، هم بعد ذلك هذا المعنى يكون هؤلاء الأولاد متأثرين بهذا المعنى عملا قبل أن يكون قولاً.